مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج دوز بلشت عبر شاشة قناة سماء الفضائية. نحكي فيها معلومات وأبحاث ودراسات علمية طبية حديثة. كالعادة رح نكون معكم فقرات طبية مهمة مع أفضل الأطباء المختصين بهالمجال ونتشارك كل هالتفاصيل العلمية معكم. مرحبا دكتورة فرح، كيفك؟ مرحبا دكتورة، كيفك؟ هلا. شو رأيك بهالطقس؟ خلينا ساكتين اليومين الماضيين. شو برد كله مرض وفظيع وهواء ومطر، يعني الله يعين. تماما، ومثل ما عودناكم دائما انه نفتح حلقتنا بمعلومه، لهيك معلومتنا الطبيه لليوم بتقول: كشف علماء عن تقنيه تصوير جديده بتسمح بالرؤيه داخل خلايا السرطانيه الحيه ومراقبه كيفيه تفاعلها مع محيطها، واشاروا الى انه هالتقنيه الجديده بتمهد الطريق لدراسه هالخلايا، وبتؤدي هالدراسه لاطلاق علاجات جديده، وبتساعد الاطباء على فهم تاثير التعرض للاشعاع على الخلايا. حلو، ان شاء الله يا رب هيك هلا نحن عن جد هذا المرض نخلص منه ويطلع الاختراع للنور والعالم الطيب كله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. فاصل وبنرجع لكم. اكتشف فريق من الباحثين أن مرض الزهايمر بعطل مناطق بالدماغ بتتجاوز المنطقة المتعلقة بالذاكرة، وميز علماء الأعصاب مناطق وأنظمة الدماغ حسب الوظيفة لأكثر من قرن وفقاً لنهج الشبكة لاتصال الدماغ. تفاصيل أكثر رح نتعرف عليها بهالتقرير. تبين أن الخلل المعرفي اللي بيظهر بمرض الزهايمر بينتج عن فشل أنظمة الدماغ المتخصصة والمتعددة المترابطة داخل شبكة دماغية واسعة النطاق، ولكن ما زال من غير الواضح كيف عم تختلف التغيرات بشبكة الدماغ مع شدة الخرف، أو إذا كانت مختلفة عن التغيرات اللي بتظهر بشبكة الدماغ السليم بمرحلة الشيخوخة. وبعد فهم هالتغيرات صار أمر كتير مهم تحديد سبب الخلل الوظيفي المعرفي والدماغي المرتبط بمرض الزهايمر، وكشفت الدراسات عن اختلالات دماغية مصاحبة للزهايمر. فقام باحثين بقياس تنظيم شبكة الدماغ الوظيفية عند الأشخاص اللي بيختلفوا بالعمر وحالة الخرف للتأكد إذا كان في فرق بيناتهم، وممكن يكون اكتشاف بعض الاختلالات الدماغية المصاحبة للمرض اللي بتتجاوز الذاكرة والانتباه بمراحل مبكرة جدا حتى أثناء الضعف الإدراكي المعتدل قبل تشخيص مرض الزهايمر. ولكن تأثيرات الشيخوخة كشف عنها كتير باحثين وقالوا أنه مرض الزهايمر والشيخوخة الصحية مرتبطين بأنماط متميزة من تعطل شبكة الدماغ، وبيأثر مرض الزهايمر على اتصال كل من الشبكات الارتباطية والشبكات الحسية الحركية، وعم تقتصر الشيخوخة على تعطيل الشبكات المعرفية. أما من ناحية المعالجة البصرية والذاكرة، ختمت الدراسة بأدلة مهمة نحو تحديد أنواع العجز السلوكي الأكثر تأثراً بالمراحل المبكرة من مرض الزهايمر وأشكال الخرف الثانية، ووضحوا أنه عم يكون في تواصل بين العلماء لتحسين المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر المستندة لشبكة الدماغ، وعم يتم التركيز على مصدر جديد وفريد للمعلومات للمساعدة بتشخيص مرض الزهايمر وقياس مخاطر هالمرض عند الأفراد الأصحاء. بهالأجواء المتقلبة المناخ بيصير في كتير من الأمراض، سواء التنفسية وحتى الأمراض اللي بتنتج عنها تحسس معين وبمنطقة معينة. لهيك ببعض الأوقات بنشوف الناس بالفترة للأسف تلجأ للأطباء وللبحوث العلمية الطبية لتعرف شو هي هالأمراض وكيف نعمل وقاية منها. ومن أكثر الأمراض شيوعاً هي التهاب الملتحمة التحسسي يلي بصيب العين وبينتج عنه تأثيرات ومضاعفات كتيرة، وهذا الشيء طبعاً يلي رح نحكي عنه وعن أعراضه وعن أسبابه وكيف ممكن نعمل وقاية منه أو نعالجه. معلومات وتفاصيل كتيرة رح نعرفها مع الاختصاصي بأمراض العين وجراحتها الدكتور محمد كامل سماك. مرحبا دكتور. يا هلا، يسعد مساكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. الله يعطيك العافية دكتور. بداية، شو المقصود بالتهاب الملتحمة التحسسي؟ بداية، مثل ما ذكرت، من أكثر الحالات اللي عم تصادفنا هالأيام بعياداتنا العينية حالات التهاب التحسس، التهاب الملتحم التحسسي أو التحسس العيني كمصطلح عام. بتيجي أهمية هالحالة من شيوعها من جهة، ومن اختلاطاتها الضارة على العين بشكل كبير بحال ما تعالجت بشكل صحيح، ومن أعراضها المزعجة. هلا بشكل طبيعي في دفاعات بالعين ضمن الدمع وعلى سطح العين الضاد، مهمتها الدفاع عن العين من الأجسام الأجنبية، من الغبار، من الجراثيم. فلما تتعرض العين لأي شيء من هالأمور بيكون في استجابة طبيعية متناسبة. لكن عند العالم المتحسسين اللي عندهم التهاب ملتحم تحسسي بيكونوا عادة مؤهبين وراثيا، وبيكون عندهم فرط حساسية، استجابة مفرطة تجاه هاي العوامل. هي ما بتكون محسسة لغيرهم،
لهيك بتكون ردة فعل العين من تهيج وأعراض مزعجة مبالغ فيها مقارنة بغيرهم، وهي هي الأعراض التالية بنتج عنها أعراض كبيرة، هل هي التحسس العيني؟ تمام. طب دكتور خلينا نوضح شوي، بما انه حكينا على الاعراض خلينا نوضح شوي شو هي هي الاعراض اللي ممكن تظهر على الشخص وبحس فيها انه هون نحن صار في عنا التهاب بالعين او التهاب ملتحمة بالاحرى. هلا اكثر شيء بيشكي منه المريض عاده هو الحكه بالعينتين تماما، سواء كان كبير او صغير بنلاحظ عم بحك عيونه كثير، بترافق عاده معها تهيج بالعين، احمرار، دمع، ممكن يصير انتفاخ بالاجفان، وبعض حالات ممكن تختلط بالتهابات ثانيه مرافقه طبعا. فهي اهم الاعراض اللي بتصير. تمام. طيب دكتور كانه يشبه حساسيه العين، شو الفرق بينه وبين حساسيه العين؟ تمام. هلا حساسيه العين او التهاب الملتحم التحسسي كثير بيختلط وبيتشابه مع التهابات الملتحمه الاخرى مثل التهاب الملتحم الفيروسي والجرثومي، وبعض حالات ممكن يكونوا الاثنين مترافقين، يعني ببلش الامر ممكن بتحسس او التهاب ملتحم تحسسي، بصير الطفل يفرك عيونه كثير، قد ما كانت ايديه نظاف ما حتكون عقيمه، فبتختلط بالتهاب جرثومي. لهيك بهالحاله صار احنا بدنا نعالج التهاب الملتحم الجرثومي المرافق، وبدنا نعالج الارضيه التحسسيه الموجوده. يعني انا اعطيته مثلا التهاب على سبيل المثال علاج انتيبيوتيك مع ستيرويد موضعي لعلاج التهاب الملتحم الجرثومي لثلاث اسبوعين، ولازم ما اكتفي فيه انما اعطيه معه انتي هيستامين او علاج للارضيه التحسسيه حتى اكون عالجت السبب الاساسي لهالالتهاب الجرثومي. عاده التهاب الملتحم التحسسي بده يكون بالعينتين سوا، ما بيكون بعين واحده. بينما التهابات الجرثوميه ممكن والفيروسيه ممكن تكون بعين او بالعينتين. اضافه للمفرزات بالالتهابات الجرثوميه بتكون صارت قيحيه صفراء، بينما بالتحسسي بيكون ما في مفرزات شديده انما بسيطه، بالالتهابات الفيروسيه بيكون الدمع رائق. فهي الاختلافات مميزه، دائما اي اخصائي خلال الفحص لازم يميز بيناتهم، وهذا الشيء ما بخفى عن زملائنا وبيعالج بشكل صحيح. طيب هو في اختلاف كمصطلح، لانه الناس ما بتعرف كمصطلح بين الحساسيه وبين الملتحمه التهاب الملتحمه، ولا هن لا مثل ما قلت حضرتك؟ لا كمصطلحات هن نفسه، هو كلمه حساسيه العينيه هي مصطلح عامي فيني اقول بيوضح التهاب الملتحمه التحسسيه اللي هو مصطلح علمي واللي له في انواع ومميزه عن التهابات الثانيه. تمام. طيب دكتور في حال الاهمال لهذا العرض اللي صار عنا، في حال نحن اهملناه هل ممكن يكون في مضاعفات خطوره لهذا الشيء او هل ممكن ياثر على النظر؟ هلا سؤال كثير هام. احيانا بتكون مضاعفات بسيطه مثل ما ذكرناها من شوي، لكن في احيانا بيكون مضاعفات كثير خطيره، يعني ممكن التهاب الملتحم التحسسي يتطور لتوعب القرنيه او يعمل عيب ظهاري معند بالتالي يختلط بقرحه بالقرنيه، وهذا الشيء مهدد للبصر. ممكن يعمل تشوه بشكل القرنية وبالتالي يعمل استجماتيزم وأسواء انكسار، بالتالي يصير الطفل بحاجة لنظارة أو الكبير ممكن يحتاج لنظارة تزايد تدريجيا. والأخطر من كل ذلك أنه أثبتت الدراسات على ترافق الرابينج أو الحكة بالعين المتكررة مع القرنية المخروطية. لهيك لما بدي أعالج قرنية مخروطية عند أي شخص عنده تحسس لابد من المزامنة ما بين علاج التحسس من جهة بالإضافة لعلاج القرنية المخروطية يلي بيعتمد على تثبيت الحالة من خلال تصليب القرنية كانت حالة مترقية أو بأعمار صغيرة. تمام. بالإضافة للعلاجات المتقدمة سواء كانت جراحية كزرع حلقات واللي ممكن توصل بعض حالات لزرع قرنية. تمام. طب دكتور شو الأخطاء اللي ممكن نحن نعملها أو خصوصا الأطفال وممكن تضر من ناحية الملتحمة أو حتى تضر العين يعني، أو أنه نحن تخلينا نصاب بهذا الفيروس؟ هلا مشكله الالتهاب الملتحم التحسسي انه بيكون في كثير من الحالات عند الاطفال هو من نمط التاتبي او الربيعي، هل ما بيشفى حتى عمر البلوغ تقريبا، فبيكون ببنيه الطفل في عنده هذا التحسس اللي ممكن يكون مو بس بالعين انما يترافق جهازيا مع اعراض جلديه او اعراض تنفسيه مرافقه، فبيبلش هذا الحساسيه مع فرق العينتين المتكرر دون علاج بشكل كافي بفاق الموضوع برقي القرنيه المخروطيه وبيعمل الاختلاطات اللي ذكرناها من جهه والالتهابات. ومن جهه ثانيه كثر على سبيل المثال استخدام الجوالات للاطفال، عدم اهتمامهم بالصحه العينيه، عدم اذا تاخرنا بمراجعه الطبيب بعلاج الدرجات الموجوده، كل هذا الشيء بيفاقم الموضوع انه ما بيخلي في راحه العين. تمام. طب دكتور في حال مثلا الحكه الزايده، خلينا نقول للاطفال مثلا، في حال الحكه الزايده هل ممكن احنا ناثر بشكل مباشر على القرنيه او ممكن تتخرش؟ تماما او تكون غير ردوده مثلا؟ تماما، في اصابات تكون غير عكوسه، ان كان توعي القرنيه او التندب اللي بيصير بالقرنيه، سكار بالقرنيه، او اذا مثل ما ذكرت من شوي القرنيه المخروطيه ان تطورت، فهي الحالات هدفنا بعلاجها عاده ايقافها وتحسينها قدر المستطاع من خلال تداخلات صعبه.
فهي هون الأضرار ما عاد أضرار بسيطة، لهيك مجرد تشخص الأمر لازم نحاول نعالجه أبكر ما يمكن. طيب دكتور، أنا شلون بقدر أحمي حالي وأحمي أولادي من إصابة التهاب القرنية، عفوا التهاب الملتحمة؟ تماما. هلا التحسس العيني عم بيكون هون أو التهاب الملتحمة التحسسي عم بيكون في عناصر هي محسسة للشخص. لهون بدي نوه لأنواعه. في نوع حاد بيجي من عنصر محسس معين هلا صاب فيه الشخص، وهذا بيجي عابر وبتعالج بخلص. في منه بيكون موسمي نتيجه تعرض لغبار الطلع مثلا او بعض النباتات، بيجي فصلي مثل الربيع هالايام. وفي منه بيكون مزمن نتيجه عوامل محسسه ممكن تكون موجوده بالبيت، يعني مثلا الدخان او المنظفات، الدخان والمنظفات ممكن تكون عم تعمل تخريج، ومن جهه ثانيه اور الحيوانات ممكن عث الفراش، هذه اشياء احيانا قد تكون محسسه بشكل مزمن. لهيك لازم نحاول نبحث شو العامل المحسس حتى نتجنب ونبعد عنه قدر المستطاع. تمام. ونعالج علاج مرافق لهالشيء. تمام. طب دكتور، خلينا نحكي شوي عن العلاج، هل ممكن يكون في علاج نهائي لهذا المرض؟ وشو هي تقريبا العلاجات اللي هلا متبعه بهذا الموسم، يعني بما انه هو مرض موسمي؟ تمام. هلا اهم علاجات وحجر الاساس فيني اقول هون هو عاده مضادات الهستامين ومثبطات الخلايا البدينه، اللي هي العنصر الاساسي بافراز هالماده الاستجابه الحساسيه فيني اقول للعين. فبنعطي اطرات اما انتي هستامين او مثبطات خلايا بدينه الماست سيلز، او بيكون في مشاركه بينهم. هي بتكون سيطرنا فيني اقول على اغلب حالات الحساسيه. إضافة لهالشيء بنعطي علاجات عرضية، يعني إذا كان في عنده إحساس جسم أجنبي أو دمع أو حرقة بالعين نعطي أطرات مرطبة نريح العين. تمام. إذا كان في اختلاط جرثومي مثل ما خبرنا بنعالجه بأنتيبيوتيك. في حالات ما بتستجيب بهذا الشكل، ما بيكون كافي لها، بيكون حساسية شديدة. تمام. نضطر نشارك معها ساعتها ستيرويد موضعي. تمام. اللي هو الكورتيزون يعني فينا نقول، لكن هون المشاركة ما لازم تكون طويلة المدى. تمام. لأنه له اختلاطات ممكن يفاقم التشكل السادي ويعمل مشاكل كبيرة إذا استخدم مدة طويلة يعني أشهر. لهيك ممكن نلجأ لخيار بديل بحال الإزمان وعدم الاستجابة إلا على الكورتيزون لمثبطات مناعية مثل السايكروسبورين الموضعي. تمام. بيساعدنا بالعلاج بشكل كويس. وإذا كان في عندي أنا إصابات جهازية مرافقة يعني تحسس جهازي، فالعلاج الجهازي مثل الشرابات أو الحب الأنتيهستامين ممكن يهدي الحالة بشكل عام إضافة للعلاج الموضعي. تمام. دكتورة، من بدي بالأخير نهاية أو نهاية الفقرة نصائح من حضرتك. نحاول إذا شخصنا الأمر أو كان في أي شكوى عنا أو عند أطفالنا نحاول نعالجها باكرا ما أمكن، نأخذ عن الطبيب المختص. إذا كان في اختلاطات نعالجها، في عناصر نبحث عن العنصر المحسس نتجنبه، وندير بالنا على عيوننا اللي هي أغلى شيء. صحيح. شكرا كثير لك دكتور، شكرا كثير لوجودك معنا، شرفنا. عفوا، شكرا لكم، الله يسلمكم. أهلا وسهلا فيك. تحت رعاية وزير الصحة السيد الدكتور حسن غباش، أقامت الجمعية السورية لأطباء العين مؤتمر سنوي يتناقشوا من خلاله عن أبرز التطورات التقنية الطبية بهالمجال بأهداف منطقية مدروسة مستقبلة. طبعا هالمؤتمر كان غني بالخبرات والأدوات الشخصية والمهنية، بالإضافة لوجود نخبة من الأطباء العرب والأجانب. وطبعا كاميرا سمات تواجدت بهالمؤتمر ورح تخبرنا التفاصيل كلها بهالتقرير. هذا مؤتمر الجمعية السنوي اللي احنا بنعمله كل سنة، اللي هو بجمع جميع أطباء العيون. الأهداف تبعه هي طبعا في أهداف علمية، اللي مثل ما شايفين هي محاضرات كلها أحدث ما يمكن، عم تحكي على كل شيء، أبحاث جديدة موجودة. كمان في عنا معرض مرافق له اللي بيعرض كل شيء، أجهزة حديثة موجودة. كتير مهمين هالأشياء هي، الواحد أنه الطبيب يضل متابعون. بالإضافة إلى ذلك في عنا يعني هدف كتير مهم بالمؤتمر، هو الهدف الاجتماعي. أنتم ملاحظين أنه هلأ اجتماع الأطباء من كل المحافظات، حتى من شايفين أنه في أطباء من خارج سوريا كتيرة اجت على المؤتمر، هذا شيء كتير حلو. المؤتمر أكيد راح يزاخر بالكثير الكثير من الأبحاث وطرق التشخيص وكيفية المعالجة وكيفية إجراء العمليات الجراحية، وهي فرصة للطبيب المبتدئ الشاب وكذلك الطبيب العام
اللي بعيد عن المؤتمرات الخارجية أن يحضر كذا مؤتمر ويتعلم ويسمع أشياء من كذا خبراء طب عيون جايين إلى سوريا الحبيبة. هلا بالنسبة لمؤتمرنا نحن اليوم مثل كل مؤتمر يعني هو الغاية منه تبادل خبرات، لأنه نحن مثل ما بنعرف يعني أنت إذا ما اطلعت على ما هو جديد بالعالم كله فأنت رح تكون مالك بمكانك، ما في تطور. فنحن من باب المشاركة مع الأطباء الآخرين من كافة الاختصاصات، لأنه نحن مثل ما بنعرف بالنسبة لطب العيون بعد هو طب جنرال، هو صار في عنا شيء اسمه تخصصي، يعني في عنا أطباء مختصين بالقرنية، في عنا أطباء مختصين بالشبكية، بالجلوكوما، بالكاتاراكت، فبهيك حالتها لازم نتبادل خبرات مع غيرنا من الاختصاصات. بالإضافة نحن عنا هلا هذا المؤتمر بتجي أهميته بتبادل خبرات مع الدول الأخرى، يعني في عنا نحن ضيوف كتير من دول عربية وأجنبية أجوا ليشاركونا بمؤتمرنا لحتى نشوف شو في عندهم جديد، وهن يشوفوا نحن شو في عنا كمان جديد، لأنه نحن كمان أطبائنا عم يشتغلوا على حالهم بحيث إنه يكتسبوا مهارات جديدة وخبرات جديدة بالأمراض اللي نحن كنا سابقا ما كنا عم نحسن لها إلى علاج. هلا هذا المؤتمر ينعقد بشكل سنوي وبيجمع العديد من الأطباء من داخل سوريا ومن خارجها، وهدفه أنه زيادة معرفة الأطباء بالأشياء الجديدة اللي عم تصير بالعالم وبتفيد سواء الأخصائيين أو المقيمين. فمن الناحية العلمية إلى هدف يعني واضح أنه زيادة خبرة الأطباء، ومن الناحية العملية والنظرية، وكمان في إلى هدف ثاني هو الناحية الاجتماعية. فنحن هون نجتمع مع الأطباء اللي مسافرين والأطباء اللي داخل سوريا كمان، وبنجتمع معهم وبنشوف يعني لقاء يعني إنه فرصة لأنه نتبادل خبرات. دكتورة فرح، قديش مهم وحلو كتير لما نشوف نحن هيك مؤتمرات، وخصوصا نحن بالوضع اللي كنا فيه كسوريا صحيح. كبلد سوري وعندنا دكاترة أجانب. صحيح فعلا هذا الشيء كتير مهم هلأ بهي الفترة، وكتير حابين أنه ننوه أنه نحن رجعنا للمؤتمرات ورجع كل شيء وضعنا طبيعي، حتى نحن موجود عنا دكاترة عم يجوا من كل أنحاء العالم ليحضروا هيك مؤتمرات مهمة بهالأوقات. اما هلا خلينا ننتقل لفقرتنا اللي هي انه الامراض التحسسيه من اكثر الامراض يلي عم نشهدها هالفتره، وخصوصا بهالتقلب اللي عشناه من يومين، شوب ومطر ورياح هابطه وكثير من الظواهر يلي بتاثر بشكل سلبي على صحه الجهاز التنفسي. صحيح، لهيك فقرتنا اليوم رح نتعرف على ابرز الامراض التحسسيه وشو اسبابها واعراضها والطرق الوقايه منها وكيف بنقدر اصلا نعالجها. تفاصيل واجوبه كثيره رح نتعرف عليها مع ضيفنا الاختصاصي بالامراض الصدريه دكتور حسام بردان. اهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخيرات، اهلا وسهلا فيكم. حسن نوري، أهلا فيك. عطلة نهاية أسبوع سعيدة عليكم. وعليك يا رب. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية دكتور خلينا نحكي عن أهم وأشيع الأمراض التحسسية. تمام، هلأ التحسسية صراحة مظلة كثير كبيرة، يعني مثل ما بتعرفوا مجموعة كبيرة من الأمراض التحسسية. يعني نحن إذا بدنا نحكي بشكل عام الشيء اللي متعلق باختصاصنا بأمراض الصدر، نحن عم نحكي على الشيء المتعلق بحساسية الجهاز التنفسي العلوي مثل التهاب الأنف التحسسي، التهاب الجيوب التحسسي طبعاً، والتحسس الصدري أو القصبي اللي يعني احنا بنسميه ضمن الربو القصبي. طبعاً في عنا أنواع كثيرة من التحسس، مثل مثلاً التحسس الغذائي، بنعرف أنه واحد أخذ شيء صار عنده تحسس. في عنا تحسس دوائي مثلاً نتيجة دواء معين، وفي بعض منا قد يصل إلى مرحلة بنسميها التأق أو الصدمة التأقية حتى، اللي هو عبارة عن مثلا تعرض لقرصة حشرة أو لأخذ دواء معين ممكن يصل فيه هذا شدة التحسس للوصول إلى المشفى. في عندنا بعض الحالات مثلا لها علاقة بالحرارة،
عوامل فيزيائية مثلا تحسس من الحرارة أو من الشمس، من عوامل خاصة، من حتى الاحتكاك الجلدي، التعرق، هدول كلهم ممكن يؤدوا إلى تحسس. فهي فعلا كثير عنوان كثير كبير وقت نحكي عن التحسس. يمكن احنا حنركز شوي على الشيء المتعلق بجهاز التنفس العلوي والسفلي. صحيح. هلا قبل ما اسال حضرتك دكتور، لكن اي استفسار فيكم تتصلوا على الرقم 4-9-3-4-2 اذا بدكم تسالوا الدكتور عن اي موضوع له علاقه بالتنفس. دكتور هلا بما انه نحن فتنا سالنا سؤال وقلت لي انه هو اوريدي كثير كبير نحن قصه التحسس، صح. خليني روح على التحسس الموسمي، شو بنقصد فيه وشو اعراضه؟ هلا فعلا هي في كلمه تحسس حتشوفي انه في تحسس موسمي، يعني مثل هلا نحن عم نقول مثل ما تفضلت قبل شوي انه صار شوي تغير الجو، صار غبره، صار فصل الربيع، صار في زهر، فبلشت الشكاوى التحسس تزيد بما فيها حتى الالتهاب الملتحمة التحسسي هلا حكى عنها زميلنا قبل شوي. فهي هالفترة هي مرتبطة ببعض الظواهر اللي علاقة بالتحسس بكل أشكاله. هلا في عنا نوع من التحسس المستمر يلي هو بيظهر على كافة أشكال بكل السنة، يعني بنشوفه صيف، شتاء، ربيع، خريف، دائما الشخص مصاب بهذا الشيء، مثل عنده ربو دائم مستمر أو حتى ألف التهاب أنف دائم بشكل مستمر. هلا نحن الشيء الموسمي اللي هو بنشوفه أكثر شيء بالتبدلات الفصلية، مثل تماما يعني مثل هذا الوقت، هذا الشهر بالذات تغير الجو، صار في عنا غبار الطلع، وهذا كثير عامل مهم نحن بالنسبة لنا الغبار الطلع، تغير الجو من البارد للحار أو الحار للبارد، فدائما بنشوف التحسس بذروته ضمن هالفصل هذا. هلا احيانا في عندنا بعض الازهار ممكن تتاخر شوي لشهر 5 أو 6، ممكن نشوف مثلا مثل اللي بيكون عنده تحسس من زهر الزيتون مثلا، ممكن يكون شوي التحسس عنده متاخر. بالاشهر اللي بعد منا اذا رحنا شوي على بدايه فصل الخريف كمان بنلاقي في تحسس خريفي، قد يكون نتيجه بعض الفطور مثلا، نتيجه الرطوبه اللي بتصير خلال هذا الشهر، فهي كمان اسمها تحسس موسمي، بس هي باشدها بنكون بفصلي الخريف والربيع، وبتكون الاعراض باشدها بهالفتره، وغالبا بعد ما يخلص التعرض لهذا العامل المؤرج او المحسس بتنتهي وبيرجع الشخص الى وضعه الطبيعي، وغالبا ما بيحتاج الى معالجه، يعني هذا الشخص المصاب بالشيء الموسمي. تمام. طيب دكتور بما انه حضرتك ذكرت الربو، خلينا نحكي شوي ونخصص بسؤالنا عن مرض الربو، بما انه هو مرض تحسسي فخلينا نفصل عنه شوي اكثر. تمام. هلا الربو مثل ما يعني بتعرفوا حضراتكم هو يعني مرض شائع نسبيا، ما هو مرض قليل، يعني هلا الاحصائيات عندنا بسوريا بتقول يعني قد يكون بحدود بين 5 إلى 10% من الاشخاص مصابين بالربو، فهو مرض يعتبر شائع نسبيا، مرض مزمن، يعني ما هو مرض هيك بيجي انه 5 أيام وبيطيب منه بشكل كامل، فغالبا بيرافقه المريض، ممكن يبدا من الطفوله الباكره، يعني من عمر صغير 3 سنين و5 سنين، ممكن انه جزء منه يشفى بفتره يعني من 12 13 سنه، وفي جزء ممكن يرافقه حتى يعني يصير الشخص كبير ممكن يرافقه هذا المرض. هلا شو بيصير بالربو بشكل عام؟ هو مرض بيصيب الطرق الهوائيه، نحن بنعرف اذا بدنا نحكي بالرئه في عنا طرق هوائيه وفي عنا النسيج الرئوي اللي هو بيصير فيه التبادل للهواء، فنحن عم نحكي على الطريق الهوائي يلي الممرات الهوائيه، هي الممرات الهوائيه بصير فيها ارتكاز زائد، حساسيه زايده لمجموعه من المواد او بنسميهم نحن المؤرجات، اللي هي بشخص بالشكل العادي ما بتعمل مشكله عند الشخص الغير مصاب بالربو، يعني مواد معينه بيتعرض للشخص ما بتعمل له اذيه، ما بتعمل له اي شيء، الشخص المصاب بالربو عنده هالفرط الارتكاز لهدول المؤرجات يلي هن متنوعه جدا، قد يكون مثل ما حكينا غبار الطلع، قد يكون رائحه الدهان، قد يكون بعض الحيوانات المنزليه، بعض الحشرات المنزليه، الجهد بشكل عام، الانتانات التنفسيه بما فيها كل اشكال الانتانات التنفسيه، الفيروسات، وقت الشخص المصاب بالربو بيصير في عنده قريب او رشح بعد يومين ثلاثه بيقول انه بيستخدم مصطلح انه سقط الرشح على صدري، هو فعلا بتكون عمليا تفعلت هجمه الربو. هلا بيصير نتيجه هذا المرض تتشنج هالممرات الهوائيه، تتضيق الطرق الهوائيه، بيصير بيصغر حجم الطريق الهوائي نتيجه المفرزات اللي بتفرزها الخلايا المخاطيه، ونتيجه تقلص العضلات الملس. نتيجة هذا الشيء بيصير في صعوبة عند المريض بمرور الهواء، وهذا الشيء رح ينعكس عليه من ناحية الأعراض. أول شغلة بيشتكي منها المريض هي ضيق التنفس، بيقول إنه أنا عم بشعر بضيق بالتنفس. صحيح. بيقول في عندي هذا حس التقل بالصدر. صح. حاسس كأنه هيك بلاطة أو تقل على صدري، وبيصير في عنده السعالة اللي ممكن تكون هي السعال إما جافة ما بتطالع أي قشع، أو ممكن تطالع بعض القشع الأبيض أو الأصفر. إضافة لهذا الشيء ممكن يطلع من صوت المريض، من صدر المريض صوت صفير أو من له الأزيز،
وبيقلنا بيعبر عنه المريض انه بقول انا بسمع صوت من ضمن الصدر وكانه في صوت تصفير صفيره ضمن الصدر، هي نتيجه انه الهواء مو عم يمرق ضمن مجرى ضيق فبيصير بيعمل هذا صوت الصفير. صوت الصفير. هلا اذا بدي احكي كيف نحن بدنا نشخصه هذا المرض الربو بشكل عام، هي الاعراض اول شيء بتوجهني انه هي ما انا اعراض حاده انه من يومين ثلاثه، شخص بيكون عم يعاني له اشهر او سنوات من هالقصه، بيقول لك انه انا كل فتره بيصير عندي ساعه لي ضيق نفس ويصير صوت صفير بالصدر، فانا بتوجه بالبدايه انه انا في عندي قد يعني يكون هو علامه فارقه هي الصفير او لا مو ضروري يكون موجود؟ هلا غالبا بيكون يعني غالبا بيكون موجود صوت الوزيز او الصفير بالصدر غالبا، بس في عندنا جزء بسيط من الربو ما بيكون دائما المسموع هذا الصوت فيه، بس غالبا بيكون موجود. تمام. هلا وقت نتوجه لهذا المرض احنا عاده نلجا للاجراءات، دائما في عنا استقصاءات بتاكد هذا الشيء. طبعا احنا وقت حد نفحص المريض هذا صوت الوزيز احيانا المريض ما بيسمعه، بس احنا بامكاننا وقت تقولوا احنا بنحط السماعه على صدر المريض، فهذا الشيء احنا بيكون بينسمع معنا هذا الصوت احيانا ضمن اذا هو ما كان قدران يميزه. الاختبار اللي بعده منه طبعا بنعمل اجراءات من صوره الصدر حتى نشوف اذا في عنا اي اسباب ثانيه عم تعمل هذا الشيء، بس الاجراء خلينا نعتبره الستاندرد او الجولد ستاندرد المشخص لهذا المرض هو اجراء اسمه اختبار وظائف الرئه او السبيروميتر. هو هذا جهاز يمكن بتشوفوه بالعيادات موجود، بعباره عن جهاز موصول على كمبيوتر وفي له قبضه وبينفخ المريض ضمن منه، من له المريض انه يعبي صدره بالهواء وبعد منه يقوم بعمليه النفخ طبعا ضمن اجراءات معقمه. هذا الشيء رح يعطي مثل عندنا جراف منحني، والشخص المصاب بتشنج القصبي او الربو رح نشوف في عنده تضيق بالمجرى الهوائي، يعني الحجم اللي عم يطالعه ضمن هذا بنسميه حجم الزفير بالثانيه الاولى بيكون نازل عن رقم معين فبيشخص هذا المرض. هلا في بعض الحالات انه ممكن الشخص يعمل اختبار وظائف الرئه بس يكون طبيعي، فنحن هذا الشيء ما بينفي الربو بشكل قاطع، فنحن بنطلب بهالحاله انه نعمل شيء اسمه اختبار التحريض. يعني بدي اجرب انه انا احرض التشنج القصبي عند المريض، فشو بطلب منه؟ اما احد شغلتين، اما انه في شيء اسمه اختبار الجهد يعني هو بيركض لمده 6 دقائق مثل الاختبار الجهد اللي بيعملوه اطباء القلب. تمام. وبرجع بعيد الاختبار بعد 10 دقائق وربع ساعه، لانه مثل ما حكينا قبل شوي انه الجهد او الجهد الفيزيائي او الركض من العوامل بتحرض التشنج، فانا بكون بحرضه وبرجع بعيد التيست بعد هالركض. أو في عندي اختبار ثاني هو اختبار اسمه الميتاكولين، هي مادة بنعطيها عن طريق الإنشاق، طبعا بتأدي إلى تشنج قصبي بس ما بيكون تشنج قصبي خطير. تمام. لأنه بنعطيها بجرعات كتير بسيطة بالمايكروغرام، بس هي الجرعات البسيطة هي قادرة أنه تعمل عندي تشنج بإصابات الصدر، وبرجع بعيد التست. بهالمرحلة هي يجب أني أنا أشوف إذا عملت تحريض أو بروفوكيشن تيست للإصابات أنه يصير في عندي انخفاض بحجم الزفير. تمام. بمجرد صار عندي انخفاض بهذا الشيء انا بشخص انه المريض عنده آفه ساده باصابات الصدر. بدي ميزها طبعا هلا اذا يعني حفوت شوي بتفصيل ثاني، انه في مرضى مثلا بيدخنوا كمان ممكن يطلع عندهم هذا الشيء، بس الميزه بمرض الربو انه هذا بنسميه انسداد عكوس. فيعني انه انا برجع بعطي المريض بخاخه موسعه على القصبات وبرجع بعيد التست مره ثانيه، اذا صار انعكاس رجعت اصابات للطبيعي معناته هذا هو المريض هو مريض عنده ربو. اذا الميزه المهمه جدا هي انا بحطها دائما خط عريض انه مرض الربو هو مرض عكوس يعني قابل للتراجع، مشان هيك بتشوفوا المرضى اللي عندهم ربو بيحملوا البخاخه الربو. صحيح. دائما على البخاخه الاسعافيه او الزرقاء. دكتور احنا معنا اتصال حرام له شوي ناطر، خلينا نشوف شو المشكله تبعه. الو السلام عليكم. تفضل يا عمر. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يخليك. ممكن احكي مع الدكتور؟ تفضل. اكيد ناطرك. الو السلام عليكم. مساء الخير، اهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم، اهلا وسهلا. دكتور انا مريض ربو. ايوه. بعاني من مشكله دائمه انه هي تكون مسيطر على مرض الربو، بيصير معي رشح، بفقد السيطره على. تمام صح. على المرض. في هلا انا عم باخذ بخاخات الربو الفورميلا بلاس وال ايوه فورميلا بلاس والوينيفنتال. تمام تمام. مسيطر هلا على الربو، بس يعني وقت يصير معي رشح بينزل البلغم على صدري. بالضبط. تفاقم معي الأزمة. تمام سلامتك. عم بضطر باخذ عن طريق الدكاترة أدوية الالتهاب. صحيح. كل ما يصير معي هالحالة. هلا سلامتك معافى، يعني نحن مبدئيا هذا الشيء اللي كنا عم نحكيه انه هي اي انتان تنفسي ان كان رشح او قريب او انفلونزا او انتان جرثومي ممكن يحرض نوبه الربو، لذلك نحن بنحاول قدر المستطاع يلي مصاب بالربو بنحاول انه ما يحتك مع اذا شاف مثلا شخص مريض عنده قريب او انتان تنفسي، دائما نحاول انه هو اكثر من غيره عرضه للاختلاط من الاصابه الانتانيه.
الرقم اثنين هي شغله كثير مهمه ونحن ما كثير مع الاسف هون بتطبق، هي موضوع اللقاحات. نحن في عندنا نوعين من اللقاحات اللي هن ستاندرد يجب ان يعطوا لكل مريض عنده ربو بصراحه، اللي هو لقاح اسمه لقاح الانفلونزا السنوي اللي يعطى عاده بشهر 9 و10 من كل عام، وكل سنه بيتبدل، هذا بيصير في ابديت على الفيروسات اللي حسب الانفلونزا اللي بتتبدل كل سنه. وفي عندنا لقاح اسمه لقاح المكورات الرئويه او لقاح ذات الرئه اللي هو بينعطى عاده بعمر اخونا يعني بالشباب، بينعطى كل 5 سنوات مره تقريبا، اذا باعمار كبيره ممكن نعطيه فقط مره واحده. فهلا احتمال هي اللقاحات تخفف عنا من احتمال الاصابه بالجريب، ولو هي خففت 50 او 60 او 70% قد ما حسنت تخفف، هي بتخفف من احتمال احداث الهجمه. هلا اذا لا سمح الله صار هجمه على كل الاحوال، فهو كمان يعني الهجمه قابله للعلاج، انه انا بحسن البخاخ اللي ذكرته حضرتك هو بخاخ مكون من موسع قصبي مديد التأثير مع كورتيزون إنشاقي، بحسن ارفع الدوز تبعه، دوبل الدوز تبعه خلال فترة الإصابة. البخاخ اللي ذكرته الثاني الأزرق ممكن أنه استخدمه بشكل أكبر، وإذا لقيت الأعراض ما انضبطت معي خلال هذا الشيء ممكن أعمل كورس من الكورتيزون الحب، يعني أخذ كورس عدة أيام من الكورتيزون الحب، بس طبعا هذا الشيء بده يكون طبعا تحت إشراف طبي. أنا دائما بنصح المرضى اللي عندهم ربو يحاولوا ما يحتكوا كثير، خاصة إذا في طفل صغير مثلا جاي من المدرسة معه قريب ما يحاول يقرب على الأشخاص عشان ما يعديهم. تمام، رح نرجع نذكركم إنه فينا نستقبل اتصالاتكم على رقم الرباعي 9342 لتسألوا الدكتور عن أي سؤال بخص موضوع حلقتنا. أما هلأ رح ناخذ اتصال. ألو، معنا زينة. ألو. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا، بدي أحكي مع الدكتور بعد إذنك. أكيد، تفضل الدكتور معك. مرحبا دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكي. مرحبا، كيفك دكتور؟ أهلا وسهلا، يا أهلا فيكي. سؤالك زينة، تفضلي. أنا معي. ألو، تفضلي، عم نسمعك. معي أنا ربو. ربو دكتور دقيق كثير، أنا ناني وأنا غادي يعني ما فيني. ايوه. ايه، وعم تاخذي حضرتك بخاخات للربو؟ يعني عم تاخذي؟ ايه عم باخذ بخاخ. شو لونه البخاخ؟ معلش تقولي لي شو لونه؟ اذا ابيض. ابيض. ما انا مضبوطه الاعراض عندك؟ ايه احيانا بتجي لي سعر كثير، بس انا نايمه بالسعر داق وهالجو بتغير علي. بلا شك. هلا انا بس اذا حاحكي شغلتين سلامتك مع فايه، بس هي شغلتين عن العلاج بالبخاخات. هلا نحن في عندنا مثل ما حكينا نوعين من البخاخات، في نوع هو اسعافي بس هذا عمليا اللي هو في بس موسع قصبي، هذا انا بعتبره مثل المسكن، هذا ما بيعالج المرض. يعني فقط انا باخذ البختين، عندي ضيق بالتنفس بيشتغل بعد ربع ساعة 3-4 ساعات بيشعرني براحة، بتتوسع القصبات، بس هو عمليا مثل دواء الباراسيتامول، سكن لي الوجع وريحني، بس مسكن مؤقت. مسكن مؤقت. هلا الهدف الأساسي نحن دائما بندور على شغلة، في كثير أشخاص يعني مصابين بالربو بيعتقدوا انه هذا هو علاج الربو. هلا هو هذا بصراحه هو جزء رديف وبسيط من علاج الربو. هدفنا الاساسي بالربو هو الربو مرض التهابي. نحن دائما الاساس بالالتهاب انه نعطي مضاد التهاب. طبعا مضاد التهاب مقصود فيه انتيبيوتيك ومقصود فيه الكورتيزون، نحن يعني هذا بالعربي هو الكورتيزون، نحن بنقوله الاسترويد الانشاقي. الكورتيزون نظرا انه له تاثيرات جهازيه فنحن بنستخدمه بشكل انهيلر او بخاخ، فدائما الجزء الاساسي من علاج مرض الربو هو البخاخ الانشاقي. هلا نحن بكل زياره لمريض الربو لعنا بنسال مجموعه من الاسئله، طبعا نحن دائما الهدف انه الشخص ما يكون عنده هجمات والربو تبعه مضبوط. هلا في بعض الامراض مثل الضغط او السكر في عندي تارجت بدي احاول انه انا بدي سكر تحت كذا، بدي ضغط تحت كذا، فطبيب بيكون عرفان الهدف تبعه بشكل كثير صريح. نحن ما عندنا بالربو تحليل دموي لانه الربو مضبوط او لا، فنحن بنسال مجموعه من الاسئله، واهم الاسئله بدي اقول لكم عليهم هن دائما نسال المريض انه هو عم يفيق بالليل عم يستخدم بخاخ، عم يمارس حياته بشكل طبيعي، يروح على جامعته، عم يستخدم البخاخ الزرقاء بشكل كتير متواتر اكثر من المطلوب. هلا اذا عم يستخدم، في اشخاص بيعتبروا حاله انه عم يستخدموها بس انه هذا الشيء طبيعي، هو المفروض الشخص ما يستخدم البخاخه الثانيه الا بمعدل مثلا مرتين اسبوعيا مو اكثر من هيك. طالما عم يستخدمها اكثر من هيك فهو بحاجه الى ما يسمى ستيب اب. ستيب اب بالمعالجه انه البخاخه الكورتيزون انا بحاجه اني ارفع الجرعه تبعها. تمام، يعني هي لازم ترفع جرعتها، يعني نحن مثل الدرج اذا ما لقينا مريضنا ما انه مضبوط على الاسئله تبعنا بنطلع بالدوز تبع الكورتيزون. ومع هيك بعد منا في عنا نوع انواع المعالجات اسمه البونتي لوكاست، هي فيها نوع انواع الادويه اللي بتعالج الربو، مضادات اللوكوترين اسمهم هن طبيا، فهن هدول الادويه ممكن كمان ينعطوا اضافه للعلاج التقليدي. تمام. كمان عندنا اتصال محمد من دمشق اظن. الو،
نريد دمشق. الو تفضل. يعطيك العافيه. الو الو تفضل. يعطيك العافيه. هاي وحده هيام. تفضلي يا هيام. تفضلي هيام اسمعينا من السماعه مو من التلفزيون. الو. اي مرحبا. اهلا. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. فاتت المكالمات ببعضها. تفضل استاذ محمد. في مجال نحكي مع الدكتور. اكيد تفضل. يعطيك العافيه دكتور. مساء الخير سعيد مساك. اهلا وسهلا. تفضل السؤال محمد. دكتور انا عندي ابن عمره 13 سنه. ايوه. من حوالي من قبل رمضان تقريبا اخذته على اسد الجامع عملت له صوره للصبر. ايوه. هو مع ربهم وهو كان عمره من هو طفل. تمام. اخذته على الدكتور تبعه اللي ايوه عرضته عليه قال لي ما كل ما يرشح تجي اعراض الربو. صح. شو سؤالك محمد؟ هلا هو هلا مرشح دائما على طول بتيمع اشتعل عم بتيمع اشتعل كثير. بدك العلاج يعني؟ بدنا العلاج له. اوكي. هلا اول شغله نحن يعني بصراحه في شغله كثير مهمه نحن ما حكينا عنها، دائما اول شغله ما بعرف نسال عنها هو الابتعاد عن العامل المحسس، نحن عم نقول انه هو شيء تحسسي. احيانا بيكون العامل المحسس بوشنا ونحن ما لنا شايفينه. منه وفينا تماما. يعني موجود مثلا فنحن فعلا وقت يكون في عندنا مريض ربو وما انه مضبوط او عم تتكرر عنده الهجمات، فنحن بحاجه انه ناخذ قصه مفصله بما فيها دوائيه، يعني في احيانا ادويه مثلا مسكنات، في عندنا ادويه الضغط طبعا. اي دواء معين ممكن يعمل تاثيرات، فنحن متاكد انه هي الادويه ما عم تتاخذ. بدنا قصه خاصه بالتحسس، يعني هل مثلا في عندنا حيوان منزلي بالبيت احيانا، وكثير في حالات انه هن في اشخاص ما كانوا معتبرين انه هذا الشيء له علاقه بالقصه وبيستغربوا، نحن بنقول لهم انه قد يكون مثلا تربيه قطه بالمنزل انه هو السبب، قد يكون له علاقه بجو البيت، جو البيت فيه رطوبه، قد يكون في فنحن دائما اول شيء هو الابتعاد عن الوراثه مثلا ممكن تلعب دور؟ لا شك، هلا في عندنا نحن شيء وراثي وشيء بيئي طبعا بيقربوا التحسسي. بس احنا دائما بندور على الشيء البيئي لانه العامل الوراثي بكل صراحه مع الاسف ما لنا قدرانين نسيطر عليه. صحيح. يعني اذا الشخص عنده مورثات فهي العامل غير قابل للتعديل، فنحن شغلنا نشتغل انه نحن يبعد عن العامل المحرض انه ياخذ لقاحات. هلا المرحله الثانيه نتاكد انه هو فعلا يعني عنده ربو، لانه في امراض احيانا بتتداخل مع الربو، يعني بجوز ما يكون عنده مثلا ربو، ممكن يكون في عندنا شيء ما حكينا عنه، قد يكون في عندنا مشاكل بالاطفال، بصير في عندهم مثلا مشاكل احيانا بانفهم، بصير في عندهم التهاب انف تحسسي، بيكون في عندهم ناميات، بيكون في عندهم مشاكل معينه، وهي احيانا المفرزات بتكون عم تشر بشكل خلفي، يعني احنا مش بنعرف انه في سيلان بالانف من الامام، بس وقت بيكون في عندنا مشاكل بالانف مثل التهاب الانف التحسسي، التهاب الجيوب التحسسي، انحراب الوتيره او ضخامه بالقرينات او الناميات عند الاطفال الصغار او حتى اللوزات، ممكن يكون دائما في عندنا شيء بنسميه التقطير الخلفي او السيلان الخلفي، وهم نستعين بزملائنا اطباء الاذنيه اذن انف حنجره. صحيح. لانه حتى نشوف لانه قد يكون احيانا نحن عم متوجهين انه عندنا ربو، بجوز يكون نحن المشكله كلها هي عباره عن مشكله علويه، فنحن بجوز اذا سيطرنا عالجنا التهاب الانف التحسسي بجوز نعالج المشكله. فنحن بعد ما اذا تاكدنا انه التشخيص ربو بناء على اختبار وظائف الرئه بدنا نحط على العلاج المريض بالسكه الصح. هلا في عندنا بعض الحالات الصعبه من الربو بكل صراحه بعد كل العلاجات، انه نحن في عندنا عم نعطي البخاخ بجرعه العليا وعم ناخذ المونتيلوكاست والشخص غير مضبوط. هلا هون في عندنا نوع مقترح من العلاجات حديثه نوعا ما بسموه علاج بازاله التحسس، العالم بيتعرف عليه هذا الشيء باعطاء بيقولوا عنه لقاحات، بس هي ما لها لقاحات العاديه، انه بيعملوا اختبارات جلديه. اختبارات مجموعه من المواد قد يكون 15 16 20 ماده لمواد متنوعه موجوده بالطبيعه، وهي الاختبارات بتورجينا انه هذا الشخص مثلا بيتحسس من ماده معينه مثلا من العت المنزلي على سبيل المثال. اذا تبين انه هو بيتحسس من ماده معينه ففي شيء ماده ليست هي لقاح حمل، يعني هي ماده نفسها بنعطي الماده المحسسه نفسها بس بنعطيها بدوز كثير صغير، وهذا الدوز بنرجع بنزيده بشكل مثلا كل اسبوعين نعطي ابره وابره على مدى عده اشهر لحد ما انه بنعمل ظاهره اسمها التحمل المناعي، يعني الماده اللي بيتحسس منها المريض نحن عم نعطيها بشكل انه بنعوده للجسم عليها متعود عليها. تمام. فهي احد العلاجات المقترحه. في جزء اخير كمان هذا مع الاسف ما انه موجود عندنا، في معالجات اسمها معالجات الهدفيه، هي عباره عن ابر غالية الثمن شوي، بتنعطى بشكل كورسات على مدى يعني كل شهر او شهرين بتنعطى هذه الابر المعالجه الهدفيه. تمام. رح ناخذ اخر اتصال معنا لليوم. الو.
معنا هيام. اهلا وسهلا. مرحبا. يا هلا تفضلي. بدي اسال الدكتور سؤال. تفضلي الدكتور معي. مساء الخير. اهلا وسهلا تفضلي. دكتور انا معي تجنس القصبات من انا وعمري 6 سنين. ايوه. وهذا التجنس حرقه متعبني يعني لدرجه اني اسعل مع بلغم على طول. ايوه. سعلي على طول. وفي شخره بالصدر. ايوه. ومعي التهاب جيوب، فشو بدي اخذ علاج؟ انا على طول قام اخذ حب التهاب اثرومايسين. ايوه. بتاح علي فتره وبعدها ارجع. تمام. هلا انا مثل ما سلامتك ان شاء الله اول شيء، طبعا انا مثل ما نوهت قبل شوي وقت يكون في عندي مشاكل بالانف والجيوب فانا بتفضل انه اخذ راي طبيب حنجره، لانه حتى ممكن اضطر اعمل فحص وتنظير للانف او اعمل حتى تصوير طبقي محوري للجيوب لحتى اتاكد. من المحتمل يكون في عندنا طالما الالتهاب عم يتكرر بهالشكل كبير ممكن يكون في عندنا التهاب جيوب مزمن. وفي بعض الحالات حتى قد يعني يكون علاجنا مو صادات، يكون في عندنا مشكله تشريحيه، في عندنا انسداد كامل، وهذا الانسداد ممكن يكون هو سبب المشكله، واحيانا بيتطلب ببعض الحالات ما بتعرفوا انه عمل جراحي حتى انه صحيح نفتح هذا الأزل. بس هذا الشيء بيتطلب الفحص. ثاني شغله مثل يعني بدي ركز على علاج الربو، اذا نحن اصلا عم ناخذ علاج الربو بشكل صحيح وعم نعمل الوقايه بشكل صحيح، فبتصور انه اذا اشتغلنا على هدول الشغلات ان شاء الله بنوصل للامور تمام. الامور التمام تمام. هلا للاسف تاهمنا الوقت، بس بدي اسال رغم هيك انه ما ضل كثير وقت، نصائح اخيره للناس اللي عم تسمعنا. هلا بشكل اساسي دائما نحن بننصح المريض الربو او التحسس او التهاب التحسسي دائما يبعد عن العامل المؤرج، ودائما يسال نفسه انا من شو عم بتحسس، هل هو هذا الشيء عندي جديد، هل هو شيء قديم، في عندي موضوع اللقاحات، اذا في عندي شخص مصاب بانتان تنفسي اني احاول بعد عنه، حاول الفترات اللي بيكون فيها زهر اني اتجنب اطلع، واذا حبيت اطلع انه ممكن ارتدي كمامه يعني بهالفتره، اذا في عندي جو فيه غبار ممكن هذا الشيء انه يعني كمان احاول اتجنب اتحاشى هذا الشيء. ممكن نتحاشى نطلع بفترات ذروه الحراره، كمان الحراره كمان ممكن بفترات الساعه 12 او 1 الظهر بذروه الحراره، فهي مثل نصائح عامه. طبعا الاكسار من السوائل يعني هي شغله كمان دائما احنا ما ننساها، انه كثر السوائل هي شغله كثير مهمه لترطيب مخاطيه الجهاز التنفسي، وطبعا نتمنى الصحه والسلامه للجميع. طبعا ممارسه الرياضه ما انا ممنوعه، هي شغله مهمه، انه في كثير اشخاص بيقولوا لنا انه الرياضه عند مريض الربو هي شغله ما انا ممنوعه، بس بشرط يكون الربو مضبوط. وممكن استخدم حتى بخاخ موسع قصبي قبل ما اروح مارس الرياضه، في حتى عندنا اشخاص بيروحوا على رياضه بيبخوا قبل ما يروحوا على رياضه مثلا بنص ساعه لحتى ما يصير في عنده تشنج قصبي اثناء الرياضة. نتمنى الصحة والسلامة للجميع طبعا. شكرا كثير لك دكتور. شكرا كثير لوجودك معنا، وشكرا كثير على المعلومات اللي قدمتنا. شكرا لكم. شكرا للاستضافة. اهلا وسهلا فيك. الف عافية. شكرا. وبعد كل هالمعلومات والدراسات الطبية وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من برنامج دوز. ان شاء الله نكون قدمنا لكم جزء من اهتماماتكم الطبية، ونكون قدرنا نفيدكم ونقدم محتوى طبي هادف مليء بالابحاث والعلاجات. أكيد طبعاً نحن موجودين معكم دائماً عبر الهواء المباشر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والإنستغرام لنعرف اقتراحاتكم، شو حابين نطرح معلومات وأمراض جديدة ونحكي عنها بالتفاصيل. على ما نتجدد موعدنا معكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. من هون لوقتها عليكم ألف عافية. باي باي.